مرحبا واهلا وسهلا فيكم، معكم همام رئيس اتش اس كرييتيف ديزاين سيرفيسز. بحلقتنا اليوم رح نحكي كيف بنقدر نعمل مشهد شتوي او مشهد مطري مثل ما شفنا من شوي ببرنامج الافتر افكت وبخطوات بسيطه كتير. خلينا نشوف مع بعض. عنا على سبيل المثال هذا الفيديو لهذا الشاب نازل يتمشى او عم يعمل رياضه بفتره الصباح مثل ما لكم شايفين، والجو حلو يعني ما نو لا ممطر ولا مشمس الى حد ما، الجو حلو يعني قدر الامكان. انا رح اخذ بس لحد هون حتى نشتغل عليها هالكم ثانيه. طبعا مشان الكمبيوترات اذا عندكم اياها ضعيفه نحن بننزل الجوده من الفول للهالف لحتى لما يكون هون عم يعملنا عمليه رندر ما يعلق الجهاز كتير، فبنشتغل نحن على مستوى الهالف. طيب هو مريز، نحن كيف بدنا نعمل جو مطري؟ هذا الموضوع كتير بسيط. اول شيء بناخذ من نيو بناخذ ادجستمنت لاير. ادجستمنت لاير ليش اخذناه هو مريز؟ هي هي الطبقه اللي بدنا نحط عليها المطر او الطبقه اللي بينزل عليها الريننج حتى يصير في تاثير عليها. طيب من وين نجيب نحن المطر هو مريز؟ المطر بنحسن نجيبه نحن بطريقتين. طريقه نحن حناخذها من هون من الافكتس الموجوده بالافتر افكت، وطريقة تانية حنستخدمها بفيديوهات تانية أو نشرح عليها بفيديوهات تانية بالأفتر إفكت أو البريمير، وهي أنه ناخد شيء جاهز من جرين سكرين أو من فيديو جاهز للمطر موجود عنا على اليوتيوب. أما بحلقة اليوم فنحن حنجي لهون على الإفكتس بريسنت ونكتب رين. مجرد ما نكتب رين أو مطر حيطلع عنا عدة شغلات، فنحن حنجي على آخر ترتيب واللي هي السيموليشن عند هون سي سي رينفول. CC Rainfall مثل ما لكم شايفين حنسحبها ونحطها على الأدجستمنت لاير تبعيتنا. طيب حتقولوا لي اوكي وما مريس، هلا نحن يعني شفنا انه حطيتها هيك بس نحن ما شفنا شيء. حنلاحظ وقت نشغل الفيديو، لاحظوا كيف عم ينزل المطر تلقائيا بدون ما نحن نعمل شيء، المطر عم ينزل ونازل بقوة كمان. طيب ولاحظوا هون الاعدادات تبع المطر، خلينا نشوفها مع بعض شوي الاعدادات تبع المطر. اول شيء الدروب، يعني عامل لك حجمة الضربة الإسقاط، بدك إياها تكون كبيرة ولا تكون صغيرة. لاحظوا وقت عم نعملها كبيرة كيف عم يصير عملية الإسقاط أو الدروب كتير قوي، يعني إنه المطر غزير بدنا إياه ولا بدنا إياه عادي. نحن راح نحطه بشكل متوسط. السايز عامل لك يعني حبة المطرة بدك إياها تكون كتير كبيرة ولا صغيرة ولا متوسطة، هذا الشيء أنتم بتختاروه بالشيء اللي بتلاقوه مناسب حسب المشهد أو السايز تبعكم. كمان حنترك نحن افتراضي مثل ما حاطين اياه هن. السنسيتيف كمان عم يقول لك انت بدك اياه يكون المشهد كله انه يكون كثير عم يصير فيه نزله المطر لك بشكل متشتت او متناسق. شو انتم شو بتختاروا بهالشكل او بهالشكل؟ انتم بدكم تحددوا او تلعبوا فيها، تتركوها محدده مثل ما هي او فيكم تقدموها او تزودوها. السبيد، السرعة، نحن بنعرف انه نحن دائما في عنا هون سرعة المطر بدها تكون سريعة كتير ولا خفيفة نازلة على مهلها. الويند كذلك الامر، الويند محطوطة كمان هنا، حاط لك اياهم كلهم على الصفر، انتم فيكم تلعبوا. اذا كان في عنا ويند يعني في عنا رياح، الرياح هي عم تاخذ المطر، شوفوا لهون لليمين لليسار حسب سرعة المطر او سرعة الرياح انتم بتختاروا حسب المشهد. طبعا الموضوع بده تجريب، يعني نحن كل ما جربنا بنجرب، كل ما نجرب حسب بنشوف المشهد تبعنا، يعني شوفوا كيف عم تنزل المطر. طيب هون نفس الحكي للويند، نفس الحكي الفانريشن تبع الويند كمان بدنا اياه انه يعمل تكسيرات او لا. هي القصص كلياتها. السبريد نفس الحكي كمان بدنا نشوف موضوع السبريد، لاحظوا شوف السبريد كيف عم يفرق، بدنا اياه لا تكون سبريد بدون سبريد على الخفيف بالنسبه لحبات المطر. نجي لهون على الكالر، الكالر انه بيقول لك انت بدك تعمله شو لون المطر النازل، بدك اياه بلون ثاني ولا بلون ابيض. نحن هنتركه بلون ابيض كونه اللي هون الساحه عندنا اياها بيضة. الباك جراوند ريفليكشن يعني الانعكاس تبع الباك جراوند، نحن شو بدنا قديش بدنا اياه يكون في انعكاس بالنسبه للمطر. لاحظوا كل ما زودنا لون 100% حاطينه 100% حاطينه صفر انعكاس، المطر عم يبين انه المطر عم ينزل هون بالباك جراوند، هنيك ما كانه ما في شيء، كانه المطر عم ينزل هون. طيب نحن لو نزلنا هلا هي ال 100% نزلناها خففناها عملناها 30%، خلينا نشوف المطر هيك كيف عم يصير. لاحظ المطر عم يطلع كانه غزير بشكل كثير كبير عم ينزل بكل الجهات. لا نحن بدنا نخليها وسط شوي، لا هيك ولا هيك، يعني خلينا نزودها نساويها 70 مثلا او 65،
65. خلينا نشوف كيف عم يصير المطر. المطر عم ينزل بهي الغزارة كتير. هو كان الافتراض اللي حاطينه انه محطوط 80%، ونحن ممكن نحطه 85%، نرجع نجرب كم مثل ما انه محطوط. كل ما زودته بصير عندك عملية انه هون الانعزال برا او الخلفية الباك جراوند مانا في ما عم يأثر فيها المطر كتير، يعني معزول من هذا الطرف. لاحظ كيف عم يصير، انه يبين المطر هون، من هنيك ما عم يبين ترتيبه. طبعا هيك اكتر واقعية لما نحن بننزله بهذا الشكل، هو اكتر واقعية. طيب السبريد كمان عم محطوط هو 150 السبريد، نحن فينا نزوده وفينا ننقصه حسب الشيء اللي بدنا اياه. يعني بدنا اياه الحبات المطر تبين، شوف هيك قاسية مثل ما لنا شايفين هيك. لا بدنا اياه، ما بدنا اياه يكون مثل السيل، بدنا اياه يكون طبيعي، فبنتركه نحن افتراضي. السبريد هايت كمان يعني ارتفاع تبع الحبة اللي عم تنزل او السيل اللي عم ينزل، كمان نحن بنحسن نأثر فيه. لاحظوا هيك كيف زودناه كتير، وفينا نحن نقلله ونعمله صفر، كمان حنتركه على حاله. طيب هلا هون في شيء اسمه عندنا كومبوست ويز اوريجينال، اذا شلناها بنشوف المطر هون. شو الفائده لما نشيلها؟ هي نحن ما بدنا نشوف، بدنا نشوف بس المطر كيف عم ينزل. لاحظ المطر وقت عم ينزل عندنا هي المنطقه وهي المنطقه، عزل لي اياها اكثر. عزل لي اياها ليش؟ لانه نحن انا هون حطيت له 85%، لاحظوا وقت عم خفف 85% عم يرجع لي المطر على كل الترتيب. طبعا فيكم انتم قبل المشهد تظبطوا مشهد المطر بالشيء اللي بناسبكم، بس انا بحبذ ان يكون فوق المشهد، لان احنا نعرف وين المناطق اللي لازم يخف من المطر، وين المناطق اللي لازم يزيد فيها المطر. حتقولوا لي طيب هو مريس نحن شايفين انه المطر ما داخل كتير شوي بالفيديو، شو لازم نعمل الخطوه اللي بعدها؟ الخطوه اللي بعدها بنجي لهون على قائمه مود، وبنروح على شيء اسمه اد. لما اعطينا المود اد، فهذا بيعني انه نحن اخذنا طبقه الالفا من طبقه الادجستمنت وضفناها للبيكسل هون. طب حتقولوا لي اوكي اخذنا اد، بس شوفوا ما مريض صار كانه شمس الدنيا. رح نجي على طبقه الفيديو وبنجي لهون بالافكتس، بناخذ برايتنس، ندور على شيء اسمه برايتنس او كونتراست، ناخذ البرايتنس والكونتراست وبنحطها على الفيديو. طبعا مثل ما لكم شايفين هون البرايتنس، البرايتنس بنخففها، بنحاول ننزلها للبرايتنس قدر الامكان لنشوفها متناسبه مع الفيديو. يعني نزلناها لهيك 150، مقبوله 150. الكونتراست كمان نحن فينا نلعب فيها، الكونتراست نزود الكونتراست شوي بحيث نحاول نخلي الجو عتم اكثر بهالشكل هيك. طبعا فينا نحن نضيف كمان تاثيرات كثير وافكتات كثير للفيديو لنعطي اكثر واقعيه، او نلعب بالالوان شوي. ففينا نجي على قائمة الكالر كوليكشن اللوميتري كالر، نجيبها ونحطها على الفيديو تبعنا. وهون احنا من الكيرفس فينا نخفف الإضاءة شوي بهالشكل لتبين انه في عنا هون جو مطر اكتر. وهيك بيكون عملنا مشهد شتوي او مشهد بيحتوي على مطر بخطوتين بسيطات كتير طبقناهم ببرنامج الافتر افكت. بتمنى الجميع يكونوا استفادوا من هذا الدرس، ويا ريت ندعم الفيديو بلايك وكومنت، ونحاول نشارك الفيديو ليوصل لأكبر عدد ممكن من الناس المهتمة ببرنامج الافتر افكت او بكل برامج الجرافيك والديزاين. ويا ريت اللي ما له اشترك بالقناة ينورنا ويدعم القناة باشتراك ويفعل الجرس لتوصلوا كل الفيديوهات الجديدة. كان معكم همام ريس، كونوا بألف ألف خير.